أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإعلال والإبدال. الإعلال والإبدال سرتي فصل كتازية كلدرسي شستويكي شزل أربدا تاوتوي دكينو قسل سر أم دبابة لكن إعلال وإبدال. إعلال وإبدال دبابة صرفين كلا مكتبكي صرفي داهن حلبت إبدال لكتابة مختصرة صرفي كان دادة مثلا كتابة تصريفي زنجاني إمام زنجاني برحمة بفق لباسي مضاعف دا أما جيك لك أبوي كمضاعفش خلاصة كلام إبدال تلادة كريتو هار أولا إنا مثلا لو مختصرة دا باسي إبدالي نكتب بلام ليرة دا كم تبا هر كتابة كي سرتاية صرفة بلان برحال بابتكاني همو صرفي بقشتي هنا بلان بمختصر إعلال وإبدال. فرمان إعلال هو تجر حرف الإلة للتخفيف. إعلال قوريني حرف إلا كي لبر تخفيف جاء قورينا كي بمشي ويا بقلبه أو إسكانه أو حصفه بمسي الشي ويا يا قلبي حرف إلا كده كي بشتشك واو دي كي بيا جاري ويا يا أدي كي بواو يا ألف يا واو يا أدي كي بألف باشا ألف جاري ويا دكري بيا أو دكري بواو أو حمو فرقنا أو إسكان هي ساكني ذاك حرف علك يعني حصف حركة ليك أو حصف يا لهر حصف ذاك أمانها مبيلا إعلال. لا نتزاف فأنواع ثلاثة أنواع إعلال بوب السيبش القلب والإسكان والحصف أمثل الشيء. وأما الإبدال فهو جعل مطلق حرف مكان بلا مكان آخر بلا إبدال شيء إبدال داناني قرار داني مطلق حرف لزجي حرف جك يعني بمطلق حرف نك حرف إلا اتلاوا درك وتكلير ده ابدال شكلك عامي هي بلان اعلال شكلك خاصي اعلال تنها لسا حرف الا دروز دبت بلان ابدال بهر حال اتر مطلق حرف جي حرفك بدي بجي حرف ايش كبيني وجي جي ام وجي ام بدي بأوي او عام ترى لواقع ده لوي كوا لاعلال دائما اي بيني فخرج بالإطلاق الإعلال بالقلب لاختصاصه بحرف التي بوك فرمي جعله مطلق بم إطلاقه إعلال بقلب دس يتذر شوك لاختصاصه بحرف التي شوك إعلال بقلب تابت بس بحرف إلا لا نتيجة له فكل إعلال يقال له إبدان ولا عكس أو أمم خصوصة أنك منطقية أمم خصوص من وجه نج مطلق هاتي إعلالك هيدا قلت لي إبدال بلا عكس خينيا بحمو إبدال قنا قلت لي إعلال عوا إذ يستمعان في نحو قال ورما بلا وينفرد الإبدال في نحو اصطبرا والذكرى ليلا كان داتا مشاكل لا قال ولا رما دا هم إعلالي بيدكتي هم ذكري بلين إبدال شي بيدكتي بدليل إعلالي بيدكتي شنك قلبي حرف إلا ما نكدوا بحرف إتشكي هرخوي إلا بوش بيدي قلت لي إبدال جي حرفك من دوا بحرفك باشا بلا وينفرد الإبدال في نحو استبرا والذكرا لما ندى فقد منفرد إذا ما أما إعلالني مثلا تاي من قوتت كردوا بمهملة باشا أو كي كشر بوشي ويا كدو تتدالو دالة لدالة داغم كدوا جاء البتا أما إما حلم شو نجده هندي جهر أقل بيرتان به أو هيك حد بمشي وياك اللي استبرد تأمل قوت كذا كيبة طايمة مهملة حد أظن قلب كذا أواني ما بس أو هندي جار تعبير قلب وإبدالج بكارده أو لبيرتان بأوشته وخرج بالمكان العوض كفرموي ها فهو جعل مطلق حرف مكان آخر أو باشا بمكانك تشو درواني عوض شو دروا باشا فقد يكون في غير مكان المعوض منه كتائدة واستقامة شو كجاري وايا أو إوزا كتوديهيني لغير شويني معوض منه يعني أو كتوديهيني بجيكي ولوان لجوي دهنهني لجيج كلايدين وكو مثلا كتائدة واستقامة وهمزتي ابن واسمين استماشاكا أمانة عدة استقامة أمانة أمتيانة عوزا لا معوض منه يا معوض عنه كحصفة كبلين العدة دا واوا ليس قامة دا ألف كلا وسطايا حمزي ابن اسم شربو شوا أما بجي خلاصي كلام حرف كاتون كلا خوالة وحظبو
لك وتاي كلمة كذا بلان دبيني لابن اسم لهم زكاة أول لحالة كان معوز أنه كلا خالوية حرف أخيرة ليس قامة دا تيك هاتو تأخذ لحالة أو حرفي كبجيوي هاتو لو وسطها حذف بو لعدة تنج دهر بو شوية تي هاتو تأخر كلحالة أو حرفي كحذف بو تي بجيوي هاتو الأول ويا ويعدونا مثلا وتراش إيه زور باشا. وقال الأشمني قد يطلق الإبدال على ما يعم القلب إلا أن الإبدال إزالة والقلب إحالة. أشمني دلي لا توجيه أمدوانا دا دلي هندي جار إبدال بكار ده هندري بسر همو أشتانا ده كعام من بوقع قلبش ده قلنوانا باشا إطلاق ده كري إبدال على ما يعم القلب بسر جكاكا عام بو قلب قلبش ذكر توه بلام إلا أن الإبدال إزالة إبدال لا تشونا لا بردنا والقلب إحالة بلام قلب إحالة باشا يعني إبدال هر حرف كي لا دبيت بلام لا قلب دا إحالة كي باشا يعني جيغا كي بيدو سي بيدو بجيغي وي اشتيج كديني باشا إيه عفو عفو إبدال بلا بلا إزالة يعني بقشتي أكثر لا دبي هيتشي لنا هالغي مثلا أو حرفك توخر على إبدال تلاكي أو هل دقري أنت سي حرفي تشكديني باشا بلام دا دلالة إعلال دا إحالة هي باشا إيه سورتك إحالة هي بلا ما بس من يق نقطة يا سباردن هي شتيجي أبو شيوية مثلا اگر دقت کړئ تو واو نیا او واو د کی بچی مثلا باشا او واو مثلا د کی ب الف ا ما احاله کما بس په اویا جامه بس معنی لغوی کی یعنی حاله کی د ګور احاله باشا احاله یعنی حالی حاله را بو به حاله چکه پیش دا مثلا د بینی واو ليك جنسن مثلا ام الف او 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 يا بلا حركه دغوري ديكي مثلا بالف نك او كوا يكسر لايبري لبيني برينا او نيا لواقعده فشان امن تمشاونا لك ايه باش تلقينك زرت هكا جا ام جا ويكو جانا كارنا خراب نبي ببولن ايه اوه ولي حالة لا يكون بين الأشعار المتماثلة دي ايه حالة حال قورينكا نابد مقل بين اوشتانا نبي كمتماثلا كواق يبدت باشا ومن ثم اختص بحروف إلة والهمزة لبر اويا ايه حالة تايبتا بحروف إلة وهمزة شكرا لأنها تقاربها بكثرة التغيير لبر اوه ام شي بيدلن اختصاصي كبحرف الا وهمزه وها اعلال لبرو همزه او هاتش فون لبر همزه نزيك لحرف الا بزور تغيير يعني او تغيير زورك لحرف الا ده هي دبيني لهمزه شاهيه هل لبرو كدقيقا اعلال شاري وب همزه جد قلت چونك تو دبيني لكتب الصرف كان ده دوا بدوا اعلال بس مهموز ده الشرط باشا كاو قالوا غوريلا همزة عدت في الشرع. واعلم أن الحروف التي تبدل من غيرها ثلاثة أقسام. بزانا أو حرفانك ببدل دين لغير إخواني يعني بجي غير إخوان دين سيبشن. يك ما يبدل إبدالا شائعا للإدغام وجميع الحروف إلا الألف. تيان دايا خلاصة كلام بدل دكرين إبدال دكرين بإبدالك شائع بربلاو باشا لبر خاطر إدغام أيش وهو جميع الحروف إلا الألف باشا أيش لتواي حرف كان كلق ودجيرة إلا الألف نبي لم بشدا فقد يعني أجر إبدالك بما بس إدغام بيت باشا إبدالك بما بس إدغام بيت او ابدالك لبر خاطر ادغاما لا تواوي حرف كان داد بيت جقل الف خب الف لبروك زمينيتي لا فراهم نيوتيا نرخص بو ادغام او ابدال ثلاناك لا وقال دو وما يبدل ابدالا نادرا باشا وسته حرفين
هاشا كوا إبدالي تلالك ولا إبدالك النادر زوزور كما أجوا ستة حرفين شش حرفين الحاء والخاء والعين والمهملة والقاف والضاد والذال المعجمتان باشا أما ألم شش حرف دا هندي جار إبدالك ولا إبدالك كما مثلا كقول ينفي وكنة وهي بيت القطع في الجبل وقنة وفي أغن أخن وفي رباعين رباح باشا وفي خطر غطر وفي جلد جلد وفي تلعثم تلعثم مثلا لو كندا وكنك بيت قطع يعني هيلاني قطع للشودة قطع بارن ديك بقى كوتر دي بيشتيكي زود جوانا لكوتر توزا قولة ريشة بجي وكنك دلن وقنا لأغن دا يعني خوين دي دلن أخنا باشا لربع دا مثلا دلن تي دلن رباح باش دي كان حي عينك إيه لخطر دا دلن غطرة يعني خيكي دا كان غين وفي جلدين دلن جلدون باشا هلا وش هلا لم عربي جلد في أمر دا دلن لأصل كيدا مثلا جلدا أو نخوشية كالإيران لأيما في الله سكتة أو كالبركة عبرة دلي لكار دي ويستيو يتر كدلي ويستي يتر دمري باشا جا دلن دو باشا سكتي ميشكو سكتي دل عربي كي جلدا بلان دلن إبدالي انتين كي دلن جلدا باشا بلاد دنسرت إيه وفي تلعثما دلن تلعثما يعني في أكيد كان بتي بذال إيه باشا جاء أمشش حرفانا خلاصة كلام ك لواقعدة كببدل دي إيه باشا أما أنا يعني كمن إبدالي أنا بكميت على لك لواقعدة إيه أما إبدالي أنت هذا كبلان وكل دبين إبدالك أنت يا وشتيكي زورني وشتيكي كمل لواقعدة أو سي وما يبدل إبدالا شيئا لغير إدغامين والثنان يؤشرون حرفا حشك إبدالا تدل كل حرفان بإبدالك شائع لبل غير إدغام يوش بسدو حرفا يجمعها قولك لجد يا لجد صرف شكس أمن طي ثوب عزته يتلا ما عرفت عندك تشي كان جملة بلان بيوزناك بكرتا جملة باشا اواج دخلين دلتاني لجد صرف شكس امن طي امن طي ثوب عزته مرحال يتر اما بجملة حدرنا يعني بكيت الجملة هذا معناه لدى دوزنو بلان بيوزنا كلام يعني ام بسدو حرفة بو ابدال دين باشا والضروري منها في التسويف تسعة حرف اوي كزارورية لم بسدو حرفة لعلم الصرف دا وكو بشي إبدال أوانا نو حرفا يجمعها قولك هدأت موطية باشا أما أنا تشيكو عندك أتواني هدأت موطية يعني أم نو حرفا باشا هدأت موطية وما عداها فإبدال غير ضروري فيه غير أم نو حرفيا إبدال كدنتيان دا ضروريني لواقع لك قولهم مثلا في أصيلان أرزي براي خوركم بلى تصغير أصلان بالضم على ما ذهب إليه الكوفيون جمع الصيل باشا جمع الصيل باشا أو هو تصغير بلى أصيلين أو هو تصغير بلى أو هو تصغير أصيلين يا أصيلين وهو الوقت بعد العصر أصيلال باشا وفي اضطجع إذا نام التجع التجع وفي نحو عليين على من في الوقف وما جرى مجراه علي الجن بإبدال النون لاما في الأول والضاد لاما في الثاني والياء جميعا في الثالث تمام شكرا دلیل مثلا نکو لاصیلان دا باشه تماشاکا که تصغیری اصلانه بلمه باشه تصغیر که بنابوی کوا مثلا کوفی کن برو او رأیتشون دبت جمعی اصیل باشه یا تصغیری او تصغیرو
أصيلين أصيلين بلا بلا نجس بلا أصيلين أصيلين أو هو تصغير أصيلين وهو الوقت بعد العصر أو كاتي دوان وجه أصيل دخل النوتي لتصغير أصيلال باشا أصيلال إيه إيه عرستان كم أمالي ركان دا مثلا لتصغير تي بيدلا أصيلان دا لأصيلان دا كتصغير أصلان بلما باشا كجمع أصيلة يا تصغير أصيلة كدواي نوجي أصلا أمانة مثلا لولا تتمشاكي لأصيلان دا دبت سيدبت أصيلان جاك قولهم في أصيلان أها تصغير أصلان بالضم على ما زب إلى الكوفيين جمع أصيلين وهو أصيلين وهو الوقت بعد أصلي أصيلال آمير يعني أو إذا تتم كيتي أصيل أصيلان دا كتصغير أصلان بلما بلما يهمزة كبينة بويك كوفي كان برو أوتون كوا أصلان جمع أصيلة باشا يا تصغير أصيلة أو كاتي دوان وجه أصيلة جاء أمام بس أوي دلان أصيلال يعني أهنو نكدك لبتي با با بلام لا التجع هذا وقت يعني إذا نام وقت خود ضل التجع الله ده كده كده بوا باشان وفي نحو ألين كعلم بيت جال وقف ده أو ما جرى مزرعة وش كهروك وقف ديت باشا اللي ولا ضلن شيء ضلن على الجن جاب ترتيب إبدال النون لامن في الأول لا الصيلان ده باشا نونك كلمة الصيلان إبدال نون كده كم بلام الله ذاك والله لا من في ثاني لا التجع هذا التجع الله ذاك إبدال ذاك المشي بلام يعني بيجي الله ذاك اللام دينا وي والياء الجيم في ثالثي وبإبدال ياء كبجيم لا هسي هم لا أليون ده باشا أو كدبيني أما تصغيرك لا قدر غير ضروري لا بلام إبدالك غير ضروري قال النابغة أم تنشعره وكو شاهدك أني شين ديالكين قال النابغة دلتي دلي وقفت فيها أصيلالا أصائلها أعيت جوابا وما بالربع من أحد وقال منظور ابن حبة الأسد في ذئب لما رأى أن لا دعه ولا شبع مال إلى أرطات حقف فالتجع فالتجع وقال آخر خالي عويف وأبو عالج المطعمون اللحم بالعشج باشا أولا يقول ده الصيلان ببوت الصيلان أما يدوم يعني التجع يبوت التجع إيه باشا لما ينسيها مشان ده أبو عالجين أبو عليون ها يريد أبا عليون بو بالعشجش أها يعني والعشي أما المطعمون اللحم بالعشج يعني بالعشي بلان دبيني بجي ياكا إبدال تلاكلاوة خلاص كلام بوتجيم وتسمى هذه اللغة عج عجة قضاعة أبم لغة أود قلت لي عج عجي قضاعة يعني وامشهودة كبجي يا جيم دي نابكي أوي هي لنا علماء ده زتشك دوايا واشترط بعضهم فيها أن تكون الجيم مسبوقة بعين كما في البيت حلبة ديك بمرجان دانا وفيها لم عجدا لم عجدا كجيم كمسلوق ببعن يعني جيم كلبيشي وعين ببيت باشا كما في البيت كل بيت كالات وبعضهم يطلق بارك جبلان بمطلقي دلاني فرغنا كبيش داي جيم بجيم نبي مستدلا بقول بعض أهل اليمني إسلالي أنكلوا بقول هندي لأهل يمن كأبم شيوة ددوين دلن شي دلن لا هم إن كنت قبل بلا لا هم إن كنت يا كن بلا إن كنت قبلت حجتج فلا يزال شاحج يأتيك بيج أقمر بلا أبلا أقمر إيه أقمر نهات أقمر نهات ينزي وفرتج وفرتج تقولي أما ليه كان ده واضح كأبو الشيوش كوكوتاو وأنا هاتوا أيوانيا مثلا لبيشيدا مثلا كتبت أنا عين بي عين هاتوا فلان لبني بمشيوش واقعا أو يتلا هاتوا
إبدالي تلك لعوة وكو إما دبينين اشتاك واضح حرون الأواقع دا زي تلمت شايريك اشخو معلومك واتشيها مثلا ها حجة تيج باشا حجة تيج تقولي أمل يا رداو تماشا بيي بجيئة كحسب زاهر جيم هاتو بلان لعين حارج دا بيش دا مثلا عينية وهكذا وفرة تيج أي شارب وشي ويا بلان لواقع دا دبيني بيش دا أونية لواقع دا كبري عين بي أونية وكو حندك تيانا كدبي وابي فلا سبو شي ونية إيه سوتشك دوايا لو بحثك داروين دروا الإعلال في الهمزة باشا أمجا دقينا إعلال لهمزة زوتشك دعا دينا وصل إعلال كيكا أو كا مشهورة لنا كتاب الصرف يكاندا يكم تقلب الياء والواو همزة وجوبا في أربعة مواضع قلب ذكري ياء واو بهمزة بواجبي لتواش عند أم إشا ذكريت يك الأول أن تتطرف بعد ألف زائدة كسماء وبناء أصلهما سماء وبناء بخلاف نحو قال وباع وإداوة وهي المطهرة وهداية لعدم التطرف ونحو دلو وظبي لعدم تقدم الألف ونحو آية وراية لألم زادتها يكم كلا لهم زادة كده تمشاكا طلق قلب ذكري يكم يا واو بهمزة بواجب لتوار شوندا يكم شون أنت تترفى بعد ألف زائد يعني كون ترفوا كون قوشوا كون قراغوا يا واوك كالدواء تشوبن لدواء ألف زائد وبن وكو سماء وكو بناء أصل ما سماء وبناء أما ياك واوك كوتون لدواء ألف زائد وو أما بواجب خلوة كلمة سيبها مزيد لي بناء سماء أما يك بلان بيشواني قالوا باعوا أوانا باشا إيسي مثلا قال مثلا بونمونا يا مثلا وكو إداوة باشا كأما ليرة دا مثلا بونمونا البتا أغتا ما شابكي بلا وكو مثلا ها قالك أصلكي مثلا قولي باع بيعيها مثلا بونمونا إداوة باشا وهي المطهرة وهداية باشا ما بس بي أو واو يا أيك لقالوا بعدها هبوا باشا أو واو لإداوة تندا وأو يا لهداية تندا كهيا أما ندبين هيتش ناك لنا همزة بو لعدم التطرف شنك التطرف لما ندانية يعني أما نا لقراغ وقوش دانين تاوكو بينت بكرن قلب بكرن بتي بهمزة إيه زور تشاكا أمجا وويني آية راياتيش ويني آية راياتيش أميش هر ياءكا كالدواء الفوايا قلبناك لن لواقع دابتي عفو أو ونحو دلوين وظبيين لعدم تقدم الألفي دلو زبين كواوكو ياءكا للتلفون أما متترفها بنا أما قلبناك لن بهمزة لبلا ولا بيشيان داتشيا ألفنيا باش زور تشاكا أو جاء دتوين لقالوا بعد أما بلين لقالوا بعد أما ألفك زائدنية باشا بلان لد كألفك هاي ليرك أنا دا بدوان دا واو يأنيا اشتشي لناكري باشا لإداو لهداج دا متترفنين يا بلين دتوين بلين قولوا بيعبوك دا أصل دا واو يأكا متترفنين لواقع دا باشا حبال دا ألف شرنية وباشان دلو زبين لبل بلان لدلو لزبي دا وكو دبيني لعدم تقدم الألفي واو ياك لترف داهن بلان وقت لترف داهن وكو دبيني چونك لبيشيان دا ألفنية أما ناكل لواقع دا إيه زود شاك باشا ليقرة أباليكة ليقرة ميالا بيتوبير هروان لما يلقيناك ونحو آيات ورايتينش لعدم زيادتها لبلو ألفك الزائدنية باش ديني لبل أوك ألفك الزائدنية إتر ياءك لآية الرادة ناكلة همزة بخنانة آت مثلا يا راءت إيه وتشارك ما في ذلك الألف
فإنها إذا تطرفت بعد ألف زائدة أبدلت همزة. هما أتتوان بو واويا هاو برج دبي بو واويا لو دا لو دا كا واويا أكا مثلا چون دبن بهمزة بواجبي هاو برج دبي بو واويا لو دا لو قلب دا لواقع دا ألفش ألفش هروح حكمي هي يعني خلاصي كلام قلب دكري ألف بهمزة بواجبي كي لم شندا فإنها ألف إذا تطرفت بعد ألف زائدة أبدلت همزة. إس ألف أجر متطرف بو بدو ألف كي زائدة لهات باشا خوي ألف متطرف بو لدو ألف كي زائدة وهات أبدلت همزة دبت همزة وكو حمراء بس ما كبير اللي تبين نحوي قانا ما ألف ممدود ألف ممدود أصلا دو ألف باشا إيه ألف تأنسك ويكو تعيه ويخواره ويا باشا ألف كي أول زائدة دي ليرة كان دا أو ألف يدوها قلبك لي بتسيب همزة إذ أصلها مثلا حمراء أو سكراء أو 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 ولا صلى زيدت ألف قبل الآخر للمدي كألف كتابي لبش آخرك و لبش آخرك يعني لبش أمل فوا خلاصة كلام ألف يشك زيادة كلا لبن أو كألف كبير بتم ممدودة وكم سكو ألف كتاب كتون زيادة كلا فقلبت الأخير مثلا أما الأخير بو بهمزة يعني أو هم لألف ممدودة ذاك ظلن ألف تأنيسة اللي تنتج لزي خدي همزة كيا أو تأنيسة كا بوش بيدلن ألف ممدودة كهمزة شل أصل ده كيسب وات همزة لبر همزة كلا صلا ألفة على وشي ويا زور ساكا إن شاء الله إدامي لدين لدرسي إداها تودا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.